السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمة خفيفة وقصيرة وظريفة، بالنسبة نشوف الأخرى عشان يوتيوب في أسي، نشوف واحد واقف ويضحك بالإنجليزية، ده ما يدفنوا في العران إليزابيث مسكينة عياوها، هي دي جاية عايشة في قبرها، هي في عالم واحد آخر قاع حساب والعقاب والجنة والنار والعذاب وجهنم. الله يجعل خير الحظ ويحفظنا من جهنم يا رب. هي تدعي عيو فيها من طيارة طيارة، من كاميو كاميو، من عواد العواد، العسكر الحارس، الغنى الفليزية. هي واحدة حاجة ما تفيدها، 10 أيام ويدوروا بيها باش يدفنوها، هي خلاص هي روح تاعها اندفنت، جاوها الملكين وسقسوها من ربك ومن النبي، ما هو ماذا تقولين في النبي الذي بعث فيكم، ما هو كتاب الذي بعث فيكم. هيا سألوها وهي غير ها 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 لا أدري لا أدري، والله أعلم، وأمرها عند الله. الله الله الله، عمل صعيب، عمل صعيب بزاف، عمل صعيب بزاف. قاعد الكاميوات الوطن داينها وحاطينها وطيارات، عملنا قالي بيكن قامها ويستمينسترها، راحت للشاطو، راحت لي لوند ليكوس، يفتح حاجة ما تفيدها، يفيدها غير عمالها. 96 عام، 96 عام مالكة، ملكت 15 دولة، ما ركعت، ما سجدت، ما خمت، ما قالت شكون هاي خلق على السماوات والأرض، وشكون راه دارني مالكة، وشكون راه حطني، راه عطيني الروح هاكا ونتنفس بها. ما سقست، ما خمت شكون الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد تعالى اللي بعث نسقسو عليه ونآمن به إن شاء الله. هي ما آمنت 96 عام، ما دارت والو، لا ركوع لا سجود لا استغفار لا صلاة لا صوم لا زكاة، طفرتها في روحها المخلوقة. هاي راحت خاوية عند ربها، وقال لك يا ربي، ربي شا قال؟ قال ولو كنتم في بروج مشيدة لا أتاكم الموت. يا الموت جايها وهي في بروج مشيدة في الشاطئ تاعها ومبلعة، والحرس والعسكر والطيارات، جاها الملك الموت دخل بلا ما شافوه، ما ولو ما عرفوش كاع وراه، جا الملك الموت جاد الأمانة تاعه وروح بإذن الله. أيا ونزع لها الروح من جسد تاعها، كيما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الكافر ينزع الروح تاعه كيما من تنزع الشوك من الصوف. تخيل انت دير الشوك في الصوف ونزعه، كيش ينزع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسلم العكس، مسلم يؤمن بالله وحده لا شريك له، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالقرآن والأنبياء والرسل والكتب السماوية والملائكة أجمعين. هذه كانت سورة البقرة. سورة البقرة يقول باللي آمنا بكتبه ورسوله، آمنا بكتبه ورسوله وملائكته. أيوا هذوك راهي عند ربها اللي خلقها. ولمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار لا شريك له، سبحان الله، والله العظيم الدمعة تبغي تطيح، كما قالت تقشعر البدون، تقشعر يجيك لاشير دو بول، والله تقول سبحان الله الحمد لله خلقنا ربي مسلمين، ونقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك وله هو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، والأمد بالنبي صلى الله عليه وسلم أخي خلق الله، غير في 10 أيام يدور بها، النبي صلى الله عليه وسلم أخي خلق الله، من خلق رب السماوات والأرض والعرش وكل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الله، كاين النبي صلى الله عليه وسلم أخير خلق الله، وأخير ما في الدنيا وما فيها في اليونيفير في السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتمنى دفنوه منه، هاي دفنوه ودفنوه. هذه مسكينة كافرة، ربي ما يشوف فيها حتى 10 أيام ويدور بها. ايوا حنا نقولوا
ولها شارل تخوا الى بهده ودخل الاسلام اصلك، ولا كان قاعد كيمه عاد تفرط فيه يموت كافر، ولا حول ولا قوة بالله. الحمد لله الحمد لله، نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ونؤمن كاع بالملائكة وكاع الكتب وكاع الرسل وكاع الانبياء وكاع الصحابة وكاع المسلمين، كاع نحبهم مؤمنين مؤمنات، الحمد لله رب العالمين. والان اليزابيث امرك عند الله، لكن في عالم واحد اخر، البرزخ جهنم نار جهنم، تشوفي الجنة تشوفي جهنم، تقول يا ربي يا ربي رجعني غير ساعة، يا ربي رجعني غير ساعة نخدم فيها بدخل الجنة، بس طفرت فيك طفرت فيك طفرت فيك. وعلمها عند الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم.